الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا
وله الشكر على ما أولانا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. دعاء الأحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك باسمك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون، يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي، يا محيي الموتى ومميت الأحياء، يا حي لا إله إلا أنت. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين، عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها وبرها وبحرها، وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي، لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة
والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجاه وسهل مخرجاه وأوسع منهجاه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فاظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقاه ويحق الحق ويحققاه اللهم واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عباده وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حصنته من بأس المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعداه اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين العجلة يا مولاي يا صاحب الزمان العجلة العجلة يا مولاي يا صاحب الزمان العجلة العجلة يا مولاي يا صاحب الزمان وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. بسم الله الرحمن الرحيم آنلائن نماز عید اور خطبے کے بیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہلی شوال کے اعمال کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. عید الفطر کا دن آپ تمام اہل ایمان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے حجت خدا کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس دن کی اہمیت کے ساتھ اس دن کے اعمال پر توجہ کیجیے گا. نماز فجر کے بعد اور نماز عید کے بعد تکبیرات کی تلاوت تو شب عید کے اعمال میں بیان کی جا چکی. وہ دعا جسے سید نے روایت کیا کہ نماز فجر کے بعد پڑھے اور شیخ کے لحاظ سے سید سے مراد سید ابن طاؤس اور شیخ سے مراد شیخ عباس کو کہ اسے نماز عید کے بعد پڑھیں
البتہ اس میں مکمل دعا موجود نہیں ہے مفاتیح کے اندر تو صرف اتنا جملہ لکھا ہوا ہے اللہم انی توجہت الیک بمحمد امامی تو اس دعا کے بدلے آپ درود پڑھ کر بھی اس کا ثواب لے سکتے ہیں نماز عید سے پہلے گھر کے ہر چھوٹے بڑے فرض کی طرف سے زکات فطرہ ادا کر اس کی مقدار فیکس ایک سا یعنی 3 کلوگرام یا اس کی قیمت بتائی گئی واضح ہے کہ زکات فطرہ واجب موقع ہے جو ماہ مبارک کے اور روزوں کی قبولیت اور سال آئندہ تک حفظ و امان کا سبب ہے اور خداوند عالم نے سورہ آلہ میں زکات کا ذکر نماز سے پہلے کیا ہے اس سے ظاہر ہے کہ زکات فطرہ کو نماز عید سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے عید کے دن کے اعمال میں غسل انجام دے اور اس کا وقت طلوع فجر سے لے کر نماز عید پڑھنے سے پہلے تک ہے غسل کرتے وقت کی دعا جو آپ غسل کرنے سے پہلے واش روم جانے سے پہلے پڑھ لیجئے اللہم ایمانا بکا و تصدیقا بکتابکا و تبع سنت نبیکا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اور اگر غسل انجام دے چکے ہوں تو رجاءً اس کو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد غسل کی دعا اللہم اجعلہ کفارتا لذنوبی و طہر دینی اللہم اذهب عنی الدنس عمدہ لباس پہنے خوشبو لگائے نماز عید سے پہلے دن کے آغاز میں افطار کرے اور بہتر ہے کھجور یا مٹھائی سے افطار کیا جائے شیخ مفید ارشاد فرماتے ہیں کہ عید کے دن افطار میں تھوڑی سی خاک شفا بھی چاٹ لے تو وہ کئی بیماریوں سے شفا کا موجب ہوگی نماز عید کے لیے تیار ہو جائے تو طلوع آفتاب کے بعد گھر سے نکلے اور وہ دعائیں پڑھے جو سید نے کتاب اقبال الاعمال نے بیان کی ہیں اس کے ذیل میں ابو حمد سومالی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کیا کہ عید فطر عید قربان اور جمعے کے دن جب نماز کے لیے نکلے تو یہ دعا پڑھے اللہم من تحیئ فی ھذا الیوم اور تعبا او اعدا واستعدا لوفادۃ لی مخلوق الى مخلوق رجاء رفده ونوافله وفوازله وعطاياه فإن إليك يا سيدي تهيئني الى آخر الدعاء کتاب مفاتیح الجنان سے یہ دعا مکمل طور پر تلاوت کی جائے یہ عید کے دن کے اعمال میں شامل نماز عید پڑھی جائے گی اور نماز عید 2 رکعت نماز ان 2 رکعت نماز میں رکعت اول میں الحمد کے بعد سورہ آلہ پڑھا جائے گا اور اس کے بعد 5 تکبیریں پڑھی جائیں گی اور ہر تکبیر کے بعد یہ قنوت پڑھا جائے گا اللہم اہل الکبریاء والعظمت و اہل الجود والجبروت و اہل العفو والرحمہ وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت في محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم إني أسألك خير ما سألك عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون یہ مکمل قنوت پڑھا جائے گا رکعت اول میں 5 مرتبہ
رکعت دوم میں چار مرتبہ، اس کے بعد نماز مکمل کر کے تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور اس کے بعد صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 46 جو آپ کتاب سے ریڈ کر سکیں گے، اس کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام، اس کے بعد دعائے ندبہ عید کے اعمال میں شامل ہے، اور اس کے بعد ایک مخصوص دعا کہ جو سجدے کی حالت میں پڑھی جائے گی عید کے دن کے اعمال میں، وہ انشاءاللہ ہم زیارت کے بعد تلاوت کریں گے. یہ دعا جو سجدے کی مخصوص دعا ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کے بعد تلاوت کی جائے گی. نماز تمام مومنین مومنات جو اپنے گھروں میں آن لائن اعمال میں شامل ہیں عید کے اعمال، نماز عید اس طرح انجام دی جائے گی، دو رکعت نماز، اور اس میں خواتین، عام طور پر خواتین ہمارے مسجدوں میں نہیں آ پاتی اور احتیاط مستحب ہے کہ خواتین عید کی نماز میں جماعت میں شریک نہ ہوں آغائے سیستانی کی نزدیک. البتہ بوڑھی خواتین کا مسئلہ الگ ہے، لیکن اس نماز عید کو اپنے گھروں میں انجام دیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام کی آمد کے بعد نماز عید واجب نمازوں کے طور پڑھی جائے گی، اور پھر تمام کے لیے انشاءاللہ شرکت لازم ہوگی. اس وقت زمانہ غیبت میں نماز عید واجب نہیں ہے، نماز عید مستحب ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. استغفر اللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل النهف والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله زخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير دخلت فيه محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد
صلواتك عليه وعليهم اجمعين. اللهم اني اسالك خير ما سالك به عبادك الصالحون، واعوذ بك مما استغاث منه عبادك المخلصون. الله اكبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم اهل الكبرياء والعظمه واهل الجود والجبروت واهل النهف والرحمه واهل التقوى والمغفره، اسالك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عينا ولمحمد صلى الله عليه واله زخرا وشرفا وكرامه ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير دخلت فيه محمد وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء خرجت منه محمد وآل محمد. صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استغاث منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل النهف والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عينا ولمحمد صلى الله عليه وآله زخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير دخلت فيه محمد وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء خرجت منه محمد وآل محمد. صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استغاث منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل النهف والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عينا ولمحمد صلى الله عليه وآله زخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير دخلت فيه محمد وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء خرجت منه محمد وآل محمد. صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استغاث منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل النهف والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عينا ولمحمد صلى الله عليه وآله زخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير دخلت فيه محمد وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء خرجت منه محمد وآل محمد. صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استغاث منه عبادك المخلصون. الله أكبر. سبحانه.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله رب صلى الله عليه محمد وعلى محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده رب صلى الله عليه محمد وعلى الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده رب صلى الله محمد وعلى محمد الله أكبر ما حول الله وقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها السماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بتغواها إذ انبأس أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فصواها ولا يخاف عقباها الله أكبر اللهم على الكبرياء والعظمة والجود والرحمة والتوفيق والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله زخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير دخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء خرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون الله أكبر اللهم على الكبرياء والعظمة والجود والرحمة والتوفيق والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله زخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير دخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء خرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون الله أكبر اللهم على الكبرياء والعظمة والجود والرحمة والتوفيق والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا
ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير دخلت فيه محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء خرجت منه محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون الله أكبر اللهم على الكبرياء والعظمة والجود والرحمة والتوفيق والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير دخلت فيه محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء خرجت منه محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون الله سبحان ربي العظيم وبحمده الرب صلى الله على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الرب صلى الله على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الرب صلى الله على محمد وآل محمد الله أكبر والحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا قد عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقنا أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى تمام تعريفه
اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو کائنات کا خلق فرمانے والا اور اہل ایمان اہل اسلام کو عید کی خوشیاں عطا کرنے والا، اور تمام حد گئے درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کے چہرے کی زیارت ہی اہل ایمان کے لیے عید ہوا کرتی ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بالسأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ عيد الفطر، عید سعید کی مناسبت سے حجت خدا کی بارگاہ میں، خانواد اہل بیت کی بارگاہ میں حدیے تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں۔ تمام علماء اعلام مراجع عظام کی خدمت، تمام مومنین مومنات کی خدمت میں عید سعید کی مناسبت سے تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں۔ یقیناً عید کی خوشیاں، عید کی برکتیں، عید کی رحمتیں پروردگار عالم کی طرف سے صاحبان ایمان اور صاحبان تقویٰ کے لیے۔ عید ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی عود پلٹنے کے معنی سے مربوط کیے گئے، عید یعنی کہ واپس پلٹنا اپنے رب کی بارگاہ میں۔ تو اصلاً ہماری وہ دعا جو ہم افطار کے وقت میں مانگا کرتے تھے، اور سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو فرحتیں، فرحت عند الافطار و فرحت عند لقاء اللہ۔ عید الفطر اللہ کی بارگاہ میں انعامات کے لیے پلٹ کے آنے کا دن، جیسا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان کہ پروردگار عطایا اور انعامات دینا چاہتا ہے، جوائز دینا چاہتا ہے۔ اور آپ تو سمجھتے ہیں کہ عید کے موقع پر ہر چھوٹا اپنے بڑے کو سلام کرتا ہے، اور بڑا اپنے چھوٹے پر شفقت کرتے ہوئے اس کے لیے عید کا اور عیدی کا عنوان قائم کرتا ہے۔ تو ہر چھوٹا اپنے بڑے کو سلام کر، اور ہر بڑا اپنے چھوٹے کو عیدی دے، تو کائنات کا پروردگار کیا خالی ہاتھ واپس لوٹا دے گا؟ جس کے خزانے قدرت میں کوئی کمی نہیں۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ تقسیم عید، عیدی کی تقسیم بچوں میں ایک ایسا عنوان ہے کہ انسان سال بھر اس کا انتظار کرتا ہے۔ تو جتنا صاحب حیثیت ہو اس کے لحاظ سے بچوں میں عیدی تقسیم کرتا ہے۔ تو آج ہمیں عیدی چاہیے اپنے رب کی بارگاہ سے، رسول خدا کی بارگاہ سے، آئمہ طاہرین کی بارگاہ سے، اور شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی بارگاہ سے عیدی چاہیے۔ البتہ عید کے عنوان میں لوگ سمجھتے ہیں شاید عید کا مطلب ہے نئے کپڑے پہن لینا، پاک صاف لباس پہننا، عمدہ لباس پہننا،
یقیناً معتبر ہے. اصل عید بر روایت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آنے والا عید کے دن آپ کے گھر پہنچا اور مشاہدہ کیا کہ امام علیہ السلام عید کے دن بھی نان جو نان خشک پانی میں بھگو کر نوش فرما رہے تو حیران ہو کر کہتا ہے کہ آج عید کے دن بھی آپ اس طرح کی خوراک نوش فرما رہے. ارشاد فرمایا کہ سنو عید ہر وہ دن جس دن انسان اپنے آپ کو خدا کی معصیت سے بچا لے وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہے. تو عید کا دن وہ جس دن انسان کو خدا کی معصیت نہ کرے. روایت عید اس کے لیے جس کے روزے قبول ہو گئے, نمازیں قبول ہو گئے, اس کے اعمال مقبول ہو گئے. اور چونکہ عید کے حوالے سے ایک سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ صاحب فلاں گھرانے میں انتقال ہو گیا عزیز قریب کا, وہاں عید نہیں منائیں گے, تو کیا عید منانے کا مطلب خوشی منانا ہے؟ کیا عید منانے کا مطلب گناہوں کی مغفرت اور نجات کا دن ہے, خدا سے اپنے انعام وصول کرنے کا دن ہے؟ سرنامہ کلام میں جن آیات کی تلاوت کی گئی ان کا ترجمہ اور آج کی خاص دعاؤں کا ترجمہ گفتگو تمام. سرنامہ کلام میں جو آیات پڑھی گئیں یہ سورہ آلہ کی وہ آیات ہیں کہ جو پڑھی گئیں نماز عید کے درمیان, عید کی نماز میں. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى. بتحقیق کامیاب ہوا وہ جس نے زکات ادا کی, زکات فطرہ. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى, پھر اس نے اللہ کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. آیت نے تین باتیں بیان کی. عام طور پر زکات مال یا خمس اور واجب صدقات کا بیان, اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ, نماز قائم کیجئے اور زکات کو ادا کیجئے, نماز پہلے زکات بعد میں. واحد مقام قرآن مجید کے اندر جہاں زکات پہلے اور نماز بعد میں. قد افلح من تزکا, کامیاب کون اسے زکات ادا کی ہے. وذکر اسم ربہ, اور اپنے رب کا ذکر کیا اس کا نام لے کر, تکبیرات اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر علامہ ہدانا ولہ الشکر علامہ اولانا, ذکر خدا, تسبیحات. اور تسبیحات کے بعد فصلى, نماز پڑھ لی. تو عید الفطر کے حوالے سے پہلے زکات, پھر تسبیحات, اور اس کے بعد پھر نماز. اور اب عید کے دن پڑھی گئی دعاؤں کا ایک ترجمہ آپ کی نگاہ میں, اور ربطے دعا کو مکمل کر لیں. یہ اس سوال کا جواب کہ ہمارے گھروں میں جن گھروں میں انتقال ہو جاتے عزیز و اقربا, ان گھروں میں عید نہیں منائی جاتی, تو عید کے منانے کا مطلب کیا ہے؟ نئے کپڑا نہیں پہنیں گے, گلے نہیں ملیں گے, عید ہی نہیں لیں گے, بری بات ہے, توہین ہے؟ ایسا نہیں. ایصال ثواب کیجئے, اپنے مرحوم مرحومہ کو یاد کیجئے, عید کے دن ان کے لیے ایصال ثواب کیجئے.
فاتحہ خوانی کی جائے، کوئی حرج نہیں۔ عید منانے کا مطلب یہ آپ کے خاندان کی رسم نہیں ہے کہ خاندان میں انتقال ہو گیا تو رسم نہیں کریں گے، یہ کوئی منگنی اور مائیوں نہیں ہے، یہ کوئی سالگرہ اور کوئی پارٹی گیٹ ٹوگیدر نہیں ہے، یہ عید ہے، عبادت کا دن، فطرت کی طرف پلٹنے کا دن، فطرے سے، زکات فطرہ، یا فطرت سے کہ اب نارمل زندگی انسان گزارے گا، دن اور رات کو اپنے طور پر خدا کی اطاعت کرتے ہوئے۔ آئیے دعا کا خلاصہ آپ کی خدمت میں۔ ابو حمد صومالی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی کہ اب عید کا دن فطر کے اعتبار سے، یا جمعے کا دن، یا عید قربان، اس کے ساتھ پڑھی جانے والی دعا، اے معبود، جو شخص آمادہ ہے آج کے دن، یا کمر بستہ ہے، یہ تیاری کرتا ہے یا تیار ہوتا ہے لوگوں کی طرف جانے کی اس امید سے کہ اس کو نقدی چیزیں ملیں گی، عطائیں ملیں گی، لیکن اے میرے آقا، لوگ تیار ہو کر عیدی لینے جاتے ہیں بڑوں کے پاس، لیکن اے میرے آقا، میری تیاری، میری آمادگی، میری ساری کوشش تیری طرف آنے میں ہے کہ تو بزرگ، تو ہی تو اکبر ہے، میں امیدوار ہوں تیری عطا، تیرے انعام، تیری عنایتوں، تیرے احسان، تیری مہربانیوں، بخششوں کا۔ اور آج صبح کی میں نے ایک عید کے دن، جو ان عیدوں سے جو مقرر کی ہیں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عید مقرر کی ہے، ختم یہ مرتبہ، اگر آپ مقرر نہ کرتے یہ عید نہ ہوتی۔ تو خاندان کی بنائی رسم نہیں ہے، رسول خدا کا دیا ہوا حکم ہے۔ اور آج میں تیرے حضور کوئی صالح عمل لے کر نہیں آیا جس کو یقین طور پہ پیش کروں، نہ کسی مخلوق کی طرف توجہ اور امید رکھتا، ہاں مگر میں تیری جناب میں عاجز بن کر اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اقراری ہو کر آیا ہوں، تو اے عظمت والے، بخش دے میرے بڑے بڑے گناہوں کو، کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں جو بڑے بڑے گناہوں کو بخشتا ہو۔ اور وہ جو آپ نے دعا پڑھی قنوت کے اندر، اس کا صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں، اسألک بحق ھذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا، سوال کرتا ہوں تجھ سے بواسطہ آج کے دن کے حق کا، اتنا اہم ترین ہے آج کا دن کہ اس کے حق کا واسطہ دے کر دعا مانگی جا رہی۔ کون سا دن؟ جعلته للمسلمین عیدا، اس سے تو نے قرار دیا مسلمانوں کے لیے عید۔ پچھلی دعا میں رسول خدا نے یہ عید کا دن آپ کو دیا، اس دعا میں اللہ نے یہ دن آپ کو دیا، پھر آپ کون ہوتے ہیں عید کا انکار کرنے والے؟ آپ کون ہوتے اپنے عید کے دن کو سوگ کے دن میں تبدیل کرنے والے؟ یہ دو حوالے آپ کی خدمت میں کہ رسول خدا کا دیا ہوا دن ان عیدوں کے اعتبار سے خدا نے اسے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا، اب اگر کوئی عید نہ منائے تو کیا اس نے اسلام سے اپنے خارج ہونے کا اعلان کر دیا؟ خدا محفوظ رکھے اس طرح کی باتوں سے کہ انسان خدا کے دیے ہوئے احسانات کا انکار کر بیٹھے۔ عید تو اس دن ہوگی جب امام کی دید ہوگی،
پروردگار عالم کی بارگاہ میں وقت قبولیت دعا ہے. الہی و سیدی و مولائی بحق محمد و انت المحمود بحق علی و انت علی العلی بحق فاطمہ و انت فاطر السماوات والارض بحق الحسن و انت المحسن بحق الحسین و انت قدیم الاحسان بحق قصة المعصومین من ذرية الحسین علیہ السلام. پروردگار نام حسین کا واسطہ, اولاد حسین کا واسطہ, عید کا دن زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھی ہے, اور اگر ممکن ہو تو کربلاء مولا میں امام کی زیارت کو جائیے اور سلام پیش کیجئے, اے ابا عبداللہ آپ کو سلام, اے فرزند رسول آپ کو سلام, اے شہیدان کربلا آپ کو سلام. پروردگار ہم سب کو ایسی عید نصیب فرمائے جو امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ گزاری جائیں, ہم سب کو امام علیہ السلام کے خدمت گزاروں میں سے, اطاعت گزاروں میں سے, جانصاروں میں شامل فرمائے. تمام ارواح مومنین مومنات کے لیے, خاص طور سے امام بارگاہ علی رضا شارجہ کے تمام خدمت گزار جو انتقال کر چکے اور خدمت گزار جو ابھی حیات ہیں ماشاءاللہ, ان کے آئزہ مرومین کے لیے اور دام درہم سخن جتنے افراد نے ان تمام تر پروگرامز کے انعقاد میں حصہ لیا, ان تمام کے مرومین کے لیے رحم اللہ من قرع الفاتحہ بمئی صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد. متوجہ زیارت, السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا حبیب اللہ, السلام علیکم یا امیر المؤمنین یا سید الوصیین, السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین, السلام علیکم جمیع ائمۃ البقیع جمیع انبیاء و جمیع ملائکۃ المقربین, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي, ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي, مولاي أبا عبد الله الحسين, زيارة عيد الفطر زيارة مني ونيابة عن والدي وعن والد والدي وعن إخواني وأخواتي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات, طاعة قربة إلى الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله, السلام عليك يا وارث نوح أمين الله, السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله, السلام عليك يا وارث موسى كليم الله, السلام عليك يا وارث عيسى روح الله, السلام عليك يا وارث محمد صلى الله عليه وآله حبيب الله, السلام عليك يا وارث علي حجة الله, السلام عليك أيها الوصي البر التقي, السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور, أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاده حتى استبيح حرمك وقتلت مظلوما, السلام عليك يا أبا عبد الله, السلام عليك يا ابن رسول الله, السلام عليك يا ابن سيد الوصيين, السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين, السلام عليك يا بطل المسلمين, يا مولاي أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة, لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها
وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقد المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا مولاي أنا موال لوليكم ومعاد لعدوكم، وأنا بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. يا مولاي أتيتك خائفا فآمني، وأتيتك مستجيرا فأجرني، وأتيتك فقيرا فاغنني. سيدي ومولاي أنت مولاي حجة الله على الخلق أجمعين. آمنت بسركم وعلانيتكم وبظاهركم وباطنكم وأولكم وآخركم، وأشهد أنك التالي بكتاب الله وأمين الله الداعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. لعن الله أمة ظلمتك وأمة قتلتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. اللهم إني لك صليت وركعت ولك سجدت وحدك لا شريك لك، فإنه لا تجوز الصلاة والركوع والسجود إلا لك، لأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأبلغهم عني أفضل السلام والتحية، واردد علي منهم السلام. اللهم وهاتان الركعتان هدية مني إلى سيد الحسين بن علي عليهما السلام. اللهم صل على محمد وعلي وتقبلهما مني، وأجزني عليهما أفضل أملي ورجائي فيك وفي وليك يا ولي المؤمنين. السلام على الحسين بن علي المظلوم الشهيد قتيل العبرات وأسير الكربات. اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك الثائر بحقك، أكرمته بكرامتك وختمت له بالشهادة، وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة، وأكرمته بطيب الولادة، وأعطيته مواريث الأنبياء، وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء، فأعذر في الدعاء ومنح النصيحة وبذل مهجته فيك حتى استنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة، وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه من الآخرة بالأدنى، وتردى في هواه وأسخطك وأسخط نبيك، وأطاع من عبادك أولي الشقاق والنفاق، وحملة الأوزار المستوجبين النار، فجاهدهم فيك صابرا محتسبا مقبلا غير مذبر. لا تأخذه في الله لومة لائم، حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه. اللهم لعنهم لعنا وبيلا، وعذبهم عذابا أليما. زيارة حضرت علی اکبر علیہ السلام. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن خاتم النبيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها المظلوم الشهيد. بأبي أنت وأمي عشت سعيدا وقتلت مظلوما شهيدا.
زيارة شهداء كربلاء عليهم السلام. السلام عليكم أيها الذابون عن توحيد الله، السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، بأبي أنتم وأمي فزتم فوزا عظيما. زيارة حضرت عباس بن علي عليه السلام. السلام عليك أيها العبد الصالح والصديق المواسي، أشهد أنك آمنت بالله ونصرت ابن رسول الله ودعوت إلى سبيل الله وواسيت بنفسك، فعليك من الله أفضل التحية والسلام. بأبي أنت وأمي يا ناصر دين الله، السلام عليك يا ناصر الحسين الصديق، السلام عليك يا ناصر الحسين الشهيد، عليك مني السلام ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، يا أنيس النفوس، أيها المدفون بأرض طوس، الرضا المرتضى، الراضي بالقدر والقضاء، السلام عليك وعلى أختك المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، سيدي الأمان، الأمان، الأمان من فتنة الزمان، من زوال الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، واجعلنا من أعوانك وأنصارك وشيعتك ومحبيك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. رحم الله من قرأ الفاتحة.